هو في عندي كيكه اسفنجيه جبتها خلاص عملناها اكتر من مره، فبالتالي انا هشتغل بيه على طول، وده صاج 30 في 40، ودي كيكه فادج برضو نفس الكلام، جبناها وعملنا المقادير بتاعتها. ممكن المقادير بتاعتها نبقى ننزلها واحنا شغالين ان شاء الله، واوريها لك هتبقى ماشيه ازاي. وهسقي بيه الكيكه ديت النص كيلو، النص كيلو من الاسبونج الجاهز، وزي ما قلت وقولها مرارا وتكرارا احسن بكتير، لان فيها المحسنات والمثبتات اللي بتبقى موجوده في الكيك. يا دوبك انت بتحط البيض والميه وانتهى الامر على كده. ودي 2 عدد صاج 30 سنتي في 40 سنتي، يعني نص كيلو بيجيبوا 2 صاج من دول من الكيك ده. لازم تسيبيها تبرد الاول، بعد كده نبدا ايه نشتغل بيها. تعالوا نقطعها، بقلبها كده. طبعا بكون حاطط ورقه زبده ونبدا نحطها كده اهوت، ونقوم شايلين عندنا ورقه الزبده بالشكل ده. ومش شرط على فكره نقشر الاسبونج، يعني عادي. يعني انا عشان اقدر ان انا اطلع، انا عايز يعني 2 يكونوا سلام، فبجيب مقص من هنا من الطرف من هنا بالظبط القلب، الفورمه القلب اللي عندي ديت ايا كان الفورمه اللي عندك. وبعد كده ابدا ان انا ايه اضغط من هنا كده اطلع اول واحده كده سليمه زي من ديت. انا عايز 2 لايرز بس يكونوا سلام. ادي اول واحده اقوم مطلعها كده وحاططها هنا، وبعد كده اقوم واخد التانية دي كده بالجنب من هنا. طب كده ايوه بالظبط كده من الجنب من هنا كده، اقوم ايه قاطع من هنا كده. تمام، انا كده بقيت عندي كام؟ 2 قدام حضراتكم هما سليمه. طيب الباقي ده هنعمل فيه ايه بقى؟ ده هيبقى في النص، يعني بقيه الحشو ده هيبقى فين؟ هيبقى في النص. هظبطها برضو، اقوم واخد دي كده واقوم واخد دي كده، هقوم واخد دي كده وحاطط دي هنا كده. ده الدبري اللي طالع من الاسبونج نفسه، عملته على شكل قلب اهو. ده هيبقى في النص كده مش هيبقى باين، ولكن برضو بعمله يبقى شكل القلب يبقى فيه مظبوط كده اهوت، عشان يبقى الحاجه ايه طالعه يعني متظبطه. بجيب عندي الفورمه وبجيب عندي ستاند زي ده، ونبدا نحط اول حاجه عندنا اللي هي الجزء السليم ده اهوت، اقوم حاطه من تحت من هنا، نبدا نضغط عليه كده من هنا. وعندك اللبن اللي هو بالفراوله موجود صح، اللي هو في العلب الصغيره ده، تقومي جايباه وتبداي تسقي بيه مكان الشربات اللي انت بتجيبيه للاطفال ده، اهو بيبقى حلو قوي قوي على فكره لسقي ايه تسقي بيه الكيك. يعني ونبدا ناخد بالفرشه كده ونشتغل. مش شرط يبقى عندك الطوق ده اهوت عشان تشتغلي بيه. بالمناسبه ممكن تجيبي كرتونه وتقومي عامله شكل قلب، ترسمي شكل قلب كده وتبداي تقطعي بيها، ولكن هو الفورمه ديت بتسهل حاجات كتير جدا. يعني ماشي، هبدا ان انا اعمل ايه بقى؟ اقوم جايب عندي كريم شانتيه عندي زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا انا عامل اضاءه كريمه كتير عشان محتاجها لكيكات تانيه هشتغل بيها. وتخلي بالك لو الكريم شانتيه عندك لازم تدوقيه وتشوفيه خام، لان معظم السايب ساعات بيبقى خام، فلازم تحط عليه سكر باودر. يعني الكوبايتين 2 عليهم ربع كوبايه من السكر الباودر، وبعد كده بتقوم حط عليهم لبن، ويكون لبن فيه تلج او ميه فيها تلج. هبدا ان انا اخد ديت وبعد كده بنبدا ان احنا ناخد عندنا الفراوله بتاعتنا. ماشي كده مكعبات صغيره، عشان تبقى شكلها حلو حتى واحنا بنقطعها تبقى باين الفراوله فيها، ونحطها بالشكل ده. ماشي، لازم بسباتوله كده ده الفراوله دي تخش جوه عشان الطبقه الثانيه بتاعه الاسبونج تمسك، فاهم ازاي؟ بحيث لما اجي اقطع ما تفرولش مني، تبقى مظبوطه معايا. فلازم ادخلها كده وادخلها جوه الكريمه نفسها.
حلو الكلام اهو. بعمل ايه بقى؟ الطبقه اللي في النص بقى ببدا ان انا اخد عندي الاسبونج اللي انا مقطعه اللي انا قلت لك عليه اهو، ناخده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ونبدا نسكنه جوه الفورمه كده. سهله جدا. يبقى انا الصاج الواحد طلع لي تورتايه، يعني الكيس هيطلع لي ايه؟ اتنين، يعني كيكتين اتنين، فدي حاجه عظيمه. اضغط، لازم نضغط، ما ينفعش ان انا اشتغل على طول، لازم نضغط ضغطه كده حلوه عشان كل حاجه تتماسك معانا. ده اللبن زي ما قلت لكم اللي هو بالفراوله. نبدا نعمل ايه؟ اقوم واخد عندي الكريمه وقلنا لك قوام الكريمه بتبقى حلو ليه كده؟ عشان الميه اللي فيها تلج. لازم عمر الكريم شانتيه ما يتظبط معاكي غير لما الميه تكون فيها تلج او اللبن يكون فيه تلج. انا بحب اضربها بلبن بصراحه واسيبه فتره كده يبقى حلو جدا موجود فين؟ مع مع التلج، فبالتالي بيديني القوام الحلو جدا اللي انتوا بتشوفوه ده للكريمه. اعمل كده، لازم الحركه دي اعملها عشان وانا بحشي الحاجه دي ما تطلعش بره. او وانا بقطع تكون القطعه ايه مظبوطه. هشيل ديت ونقوم حاطينها هنا، ونقوم واخدين الزيادات ديت حاطينها هنا، واخدين اخر طبقه عم حمدي حاطينها فين؟ عليها كده من هنا. بسم الله زي الفل. ابدا اجيب عندي اللبن اللي هو بالفراوله، جميل جدا. بدل ما تجيبي شربات وتوجعي دماغك بالشربات وميه بسكر، لا جيبي علبه صغيره كده اهوت، اي طعم انت عايزاه، وابداي اسقي بيه الايه الكيك بتاعتنا. دي الطبقه الاخيره من الكريمه. واقوم ايه واخد ديت كده حلو، واقوم كده ساحب كده الزند كده الزيتات دي، اقوم شايلها عشان اقولك هنعمل ايه دلوقتي. ليه بقى شلت الزيادات ديت؟ عشان وانا بشيل الفورمه دي كده منها تطلع معايا زي السكينه في الحلاوه. اطلع يا باشا اطلع، الله عليك يا باشا. ماشي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. مكاني بس يبقى نضيف على طول باستمرار. على طول هنفنش يعني، على طول ما فيهاش كلام يعني. تطلع اهي من غير يا فاش حتى ما نحط في الثلاجه، حط الفينش بتاعك وحطها في الثلاجه عادي. اهم حاجه زي ما قلت لك الكريمه بتاعتك تبقى مظبوطه. من الجنب بقى كده نقوم حاطين كريمه عشان في ويفر هنبدا نحط عليها دلوقتي يمسك على القلب نفسه. الفكره بقى للكيكه الاسفنجيه يا جماعه لازم تكون ايه بارده، يعني ما ينفعش تكون الكيكه ديت او الكيكه بتاعتنا تبقى سخنه، ما ينفعش، لازم تبرد الاول. يعني يا سلام لو تعمليها قبلها بيوم وتحطها في الثلاجه تاخدي نتيجه افضل وافضل بكتير جدا. تمام جدا. ونقوم واخدين دي كده ماشي. بعد كده بقوم واخد عندي بسكوت الويفر ده، محتاجين كده ايه
مسحة بسيطة كده من الجوانب، الستاند بتاعي يبقى مظبوط عشان ده اصلا اللي اقدم عليه الكيك يعني، فمحتاجه يبقى مظبوط ما فيهوش اي حاجة خالص، عشان هنبدأ ناخد عندنا البسكوت الويفر ده ونبدأ نوقفه مين في جوانب الكيك بتاعتنا كده اهو. وده موجود في اي مخبز هتلاقوه موجود. امال الزيادات دي هنعمل فيها ايه؟ هوريك دلوقتي هنعمل فيها ايه. عندنا الفراولة وعندنا كل حاجة وهنبدأ نشتغل بيها ان شاء الله واوريها لك. كده اهو اظن مفيش اسهل من كده. وعرفت انا حطيت كريمة ليه من الجنب عشان اعرف ان انا امسك البسكوت ده على الكيكه من الجنب. اهي لعبه سهله جدا اهيت. اعتقد يعني علبتين اتنين من البسكوت الويفر ده موجود في اي مخبز هتلاقوه موجود، الوان منه كتير قوي، منه بالشوكولاته، في منه بالاحمر بالاخضر ده يعني اللي موجود يعني بنعمل دلوقتي. حطينا بس مالت سيزر هنا كده من الجوانب فوق البسكوته نفسها عشان تطلع لي الشكل ده في الاخر زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده ابدا ان انا ايه اخد الفراوله ديت ونبدا نحطها من فوق ونقسمها على اتنين وتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. لو في اي حاجه شايف اي حاجه يا جماعه بقى من عندكم، انا مش شايف بصراحه من هنا، فالدنيا امان جدا يعني الحمد لله. هذه الفراوله بتاعتنا اظن ما فيش اسهل من كده يعني، ولا تحطها في تلاجة ولا حطيناها في اي حاجة، انا طلعتها على طول والله اشتغلت بيها، حشينا على الهوا وحاجة طلعت ما شاء الله زي الفل اهيت، وادينا لها الايه الديكور بتاعها. طبيعي اللي طالما الحاجة ما اتحطتش في التلاجة لها ديكورات معينة يعني، انا ما ينفعش ان انا اعمل لها مثلا مروار، ما ينفعش. لا المروار ده بقى لازم تخش بقى فريزر وحوارات تانية وموضوع تاني خالص يعني، قصة تانية كبيرة يعني. لكن انا بكلمك في حاجه سهله انك تعمليها في البيت عندك ان شاء الله، وما تاخدش وقت معاكي ولا تحطيها في تلاجة ولا في اي حاجه، فان شاء الله تبقى الموضوع سهل بالنسبه لحضراتكم انك تعملي الحاجه ديت في البيت. وتظبطيها تمام جدا بس كده حلو قوي. تمام عندي بقى حاجه كده هعملها حلو قوي. انا جايب جيلي فراوله، باكل جيلي فراوله عادي كتير قوي، احنا ما بنلاقيش الجيلي بتاع الفاكهه ما بقاش موجود او متوفر في اماكن معينه في مصر كتير قوي. انت تجيبي جيلي فراوله عادي اهوت باكل، ونقوم حاطينه في البوله هنا عشان هبدا ان انا المع بيه الفراوله دي من فوق. تعال نجيب عندنا الريبون ده، انا بسخن بس الميه للجيلي، فقلت على ما تسخن تعالوا ايه نربط الباشا دي من هنا. حلو جدا بميل بقى يعني، وانت بتقطعي من هنا هو كده بالمقص بتقطعي بميل اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، يميل من هنا كده نقوم مقطعينه، ومن هنا برضو نفس الكلام لما نيجي نقطع من هنا كده نقطعها بميل كده، دي تطلع شكل احلى يعني. وتعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه. اقوم واخد دي كده هنا كده ماشي، وبعد كده نقوم واخدين دي كده ونضغط بالراحه بس عشان ما ايه الحاجه مش في التلاجه. اقوم واخد دي كده ماشي، ميه سخنه بس. بص بقى دي بقى هو المفروض بتاخد الجيلي العادي بياخد قد ايه؟ بياخد كتير، لا يعني بياخد نص لتر ميه، لا انا حاطط بس ربع لتر وادوب على طول. تمام اهو نقلب كده اهو بالفرشه او بمضرب سلك عشان حبيبات الجيلاتين اللي موجوده جوه الجيلي تسيح كويس جدا. ايه الاخبار؟
واخد اهو الجيلي ده واللمه، كل حاجه توماتيكي توماتيكي والله هنا اهو. ولا تجيبي جيلي فراوله ولا تكلمي نفسك يا ستي اهو، ولا لون احمر ولا اي حاجه، هو الجيلي اهو يظبط معاكي. طب هو الجيلي ده اصلا بحطه بيحافظ على عمر الكيك، يعني مثلا لو هتقعد يومين اتنين في التلاجه الفراوله ما تتبلش، تفضل زي ما هي باللمعه بتاعتها اللي انت شايفاها دي. ماشي كده تمام. بعد كده بنقدمها بالهنا والشفا. الكيك اهوت قدام حضراتكم، حشو وفينش كل حاجه زي الفل ما شاء الله. نلمع بس الحته دي كده، نشيل الزيادات ديت كلها اللي هنا، حاجه وقعت ولا حاجه نظبطها، وربطنا الريبون بتاعنا